ونذهب مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ وموفد النيل الزميل محمد عبد الله هناك، ولقاء مع محافظ جنوب سيناء. تفضل محمد. نعم فوزي، يعني بالتأكيد نحن الآن نتابع فعاليات منتدى شباب العالم. معنا الآن معالي المحافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء. فندم، يعني نقول في البداية بنبارك على تنظيم دولة مصر الحقيقة، يعني مبروك لمصر، ودي حاجة مبهرة. يعني قدرنا ننجح وقدرت مصر تنجح انها تعمل حاجة جميلة تباهي يعني اكبر قاعات موجودة في العالم الحقيقة. يعني حماس الشباب يا فندم شايفه هنا ازاي، وحضور الشباب النهاردة ازاي؟ على فكرة الشباب ليه يد كبيرة قوي في النجاح ده، وليه يد كبيرة في التنظيم ده، لان هو الشباب جه من فترة وقعد وانتظم وابتدى يشتغل وعمل شغل كويس قوي ونظم للمؤتمر دوت، وهو اللي غالبا يعني فكرته وتصميمه على انه يعمل حاجه كويسه لبلده، وفعلا نجح. بس مش عايزين نحكي يا فندم النهارده الوفود المبهره بعمليه التنظيم، وفي برضه نعطي لكل ذي حق الحق، وفي ابهار كله في المدينه، في المدينه من بره يا فندم. المدينه انا معاك، مدينه واصبح عندنا قاعه جميله ممكن نعمل فيها مؤتمرات سياحه عالميه زي اللي بنشوفها بره، ده اللي بنشوفها في دبي، مش هنقول بقى يعني لندن ولا برلين، لا احنا في الحقيقه الكلام ده لا يقل ابدا ولا يقل مستوى ابدا عن اللي احنا بنشوفه بره. احنا دلوقتي بقى عندنا قريه مؤتمرات، المكان ده مكان جديد ضم على المؤتمر القاعه القديمه، الاثنين دلوقتي بقى يعني اصبحوا بيشكلوا حاجه كبيره قوي لينا، وبيشكلوا مكان ضخم ان احنا ممكن نستطيع ان يعني نعمل فيه مؤتمرات عالميه. يعني احنا هنا ان شاء الله السنه الجايه احنا بنعمل بعد دوت مؤتمر التنوع البيئي، التنوع البيئي برضو ده في حضور غير عادي ضخمه جدا. وبعدين الكوميسا في شهر 12 في رؤساء ودول وفي رؤساء مجالس وزراء دول كتير. وبعدين عندنا السنه الجايه عندنا مؤتمر الراديو تبع وزاره الاتصالات، ده مؤتمر ضخم جدا. اللي عندك صندوق النقد الدولي لما بيجي يعمل يحب يعمل المؤتمر السنوي بتاعه برضه بيشوف دوله فيها امكانيات ضخمه فيها قاعات كبيره، فيبقى احنا برضه من ضمن الدول المرشحين، واحنا كنا مرشحين قبل كده، وهو يعني الصندوق ما لقاش الاماكن اللي هو يقدر يعمل بيها هذا المؤتمر، فراح بالي في اندونيسيا اللي لسه خلصان الشهر اللي فات، انما هو جالي هنا، هم جم هنا وشافوا امكانيات القاعه اللي في اللي جوه، فقالوا يعني مش هينفع ان احنا نعمل مؤتمر بمثل هذا الحجم في هذه القاعه. بعد نظر نشأت الفكره ان احنا نعمل دي من يوميها، واحنا فكرنا وخاطبنا الجهات الرسميه وخاطبنا الجهاز الامن القومي وخاطبنا في الرئاسه وفي الحكومه لغايه اما الحمد لله نجحنا ان احنا نقدر نعمل القاعه دي في 9 اشهر. خلي بالك ما حدش يقدر يعمل اللي اتعمل ده غير مصر، اللي ورانا كله دوت واللي بتسع وب 3000 مدعو 9 اشهر. يعني احنا فعلا يعني مش هنوقف حفر قناه السويس ومش مش هنبطل، لا ده انا في اقتراحات اخرى وفي فكر تاني ان المنطقه اللي ورا قاعه المؤتمرات دي احنا يعني ان شاء الله هنعرض عمليه تخصيصها ايضا عشان نعمل فيها مارينه يخوت ونعمل فيها بعض الاكوموديشن يعني الحاجات الاقامات وكده للسياحه برضه ان شاء الله ان شاء الله. انا هرجع برضه هتكلم عن شرم الشيخ وهرجع اتكلم مع سيادتك عن المؤتمر تاني. نقول النهارده مهم قوي النهارده ان تكون شرم الشيخ في واجهه المعالم السياحيه اللي بتقول السياحه لمصر راجعه ورجعت الحمد لله وهتبقى بقوه. اللي بتحارب شرم الشيخ. شرم الشيخ والاقصر يعني على الاخص، يعني الاقصر عشان تلت اثار العالم، شرم الشيخ لان معشوقه العالم كله والعالم كله بيحب الجو هنا ولها سمعه عالميه، فلما حبوا يضربوا ضربوا في شرم الشيخ، لان شرم الشيخ هي قلب الخرشوف، هي دي يعني فعلا ان العالم كله بيحاربها، يعني اللي هم ليهم مصالح في السياحه، ليهم مصالح في السياحه مش عايزك ايه تتحرك او مش عايزك تطلع. احنا تحدينا الكلام ده. شرم الشيخ دي اتطورت في عز الازمه، خلي بالك الشوارع اللي انت شايفها بره، المدينة اللي انت شايفها بره، المساحات الخضراء اللي انت شايفها بره، الطاقه الشمسيه دي كلها اتعملت اثناء ما كان في حظر علينا، احنا تحدينا التحدي خلي بالك،
والنهارده تحدي اخر هو بنتحداه، بنعبر بالقاعه دي، بنعبر بيها الى افاق عاليه جدا، الى 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 ساحات اكبر جدا، بنقول للعالم كله تعالى اعمل مؤتمراتك هنا. والكلام اللي بيتقال بقى عن الامن يعني اللي بيقوله يبقى ليه اغراض اخرى الحقيقه، يعني يبقى بيحاربنا. اللي بيقول ان المنطقه غير امنه والدنيا يبقى هو بيحارب. ادي 5000 شاب وشابه موجودين بالامس القريب، رحنا كاترين وعملنا منتدى السلام العالمي في كاترين، حضروا مش اقل من 1000 شخص، وسهرنا حتى الفجر وتعشينا وعشاء بدوي، بس اللي ما يعرفش طبيعه جبليه، ورجعنا ما حدش اتخدش. فين الامن بقى؟ وفين اللي بيتكلموا عن الامن؟ ما فيش، سكتوا. عايز اقول ان احنا اللي هنوقف البلد دي، واحنا اللي هنزقها لقدام، واحنا اللي هنطلعها لفوق، واحنا ان شاء الله باذن الله بسواعدنا وبسواعد شبابنا الحلو والجميل ده اللي هو نظم هذه الاحتفاليه. الحقيقه يعني الشباب المصري يستطيع، الجيش المصري يستطيع، الدوله كلها تستطيع، وان شاء الله هنتبوأ مكانتنا قريبا جدا. وباذن الله طول ما انت بتشتغل وبتعمل بجد واجتهاد ربنا ان شاء الله هيكرمك. اعتقد النهارده نتكلم في تناغم يا فندم بين المنتدى وبين اهدافنا الاستراتيجيه. النهارده من ضمن الرسائل اللي حضرتك اتاكدت عليها ان المنتدى بيقول ومن ضمن اهدافه لا للارهاب، نعم للتسامح بين الدول. النهارده نقول ان الحضور دوت ومن مختلف دول العالم قدر يوصل. رد كبير قوي على اللي بيقول لك مفيش امن ومفيش امان، رد كبير. بس الناس تفهم، اللي عايز يفهم عايز يفهم بقى، في ناس مش عايز تفهم. تمام، شايف النهارده يا فندم ازاي تفاعل الشباب من مختلف جنسيات العالم؟ انا حاسس ان هو احتفاليه. من ساعه ما جه، من ساعه ما استقبل في المطار، من ساعه ما خرج من المطار، لقى عربيات مستنياه، لقى مشرفين بيركبوا العربيات، لقى ناس واخداه على الفنادق، لقى اكوموديشن واقامات رائعه، لقى ناس بتستقبله بترحاب وبحب، بيتعمل له جولات سياحيه، الشباب متشال هنا يعني. تمام يا فندم، بس ده بياتي في استراتيجيه الدوله يا فندم اللي احنا عايزين ناكد عليها حوالين تمكين الشباب، ده ترجمه لدوت. طبعا عشان تبقى عارف يعني كل اللي بيتم ده يرجع فضل لي سياده الرئيس. انا برجع الفضل كله ووقوفه جنب المدينه دي واحيائها من ساعه ما جه وقال مش عايز شرم الشيخ تطفي فيها لمبه. واحنا الموضوع ده خلانا بقالنا 3 سنين بنحارب نفسنا وبنتحدى انفسنا عشان تبقى عارف. ان احنا يعني فعلا مش مفيش لمبه هتطفي، لا ده احنا ولعنا رمط كتير وعملنا اقامات وعملنا ميادين جديده وعملنا طرق جديده وعملنا قاعه ولا اروع ولا اجمد. شرم الشيخ بقت مبهره للعايز يفهم، واللي مش عايز يفهم مهما عملت مفيش فايده. بتراهن على الشباب اللي جم من مختلف دول العالم يا فندم ان هو يكون خير سفير لمصر بعد كده؟ سعداء وكلهم مبسوطين، وشوف بقى كل شاب بقى بيشير لعيلته ولاهله ولولاده واصدقائه وان شاء الله يعني المفروض بقى ان يبقى في نتائج ايجابيه باذن الله. يعني عايزين بس دعوات المصريين ووقوفهم معانا كده وربنا يكرمنا عشان احنا مستهدفين، مش هقول لك اكتر من كده. ان شاء الله يعني زي ما حضرتك قلت المصريين قادرين وقدروا الحمد لله رب العالمين. بس عايز اتكلم على شويه على رسائل المنتدى ده يا فندم، حضرتك شايفها ازاي؟ هناك عده رسائل بياكد عليها المنتدى، لا للعنف لا للارهاب، وايضا رسائل اخرى يا فندم عايزين ناكد عليها ان الشباب يتلاقوا. هل الشباب يا فندم النهارده لا اذان صاغيه ليه ان هي تسمع له وتسمع لتوصياته؟ الكلام ده كله خلاص الشباب خلاص فهم وعرف الكلام اللي انت بتقوله ده، انما في رسائل اخرى زي الامن والامانه بدي رسائل للعالم كله. امبارح احنا في الجبل لغايه 12 بالليل، مخلصين 10 12 بالليل، قاعدين في وسط منطقة في منتهى الروعة مش موجودة في العالم، خيال وعشاء رائع. طبعا مش كل الشباب اتعشى لان 5000 انت عايز اتعشوا هنا عشان ما حدش يقول احسن يقول لك احسن يقول لك سيبهم غير عشاء. فانت في جزء اللي هم اتحركوا مع سيادة الرئيس ان هم المجموعة اللي عملت نحتت القلوب والموجودة الشباب اللي هم يعني رؤساء الوفود والدبلوماسيين والوزراء والرؤساء. ابو مازن كان بيتعشى معانا امبارح، عايز اقول كل ده كان في قلب الصحراء على بعد 5 كيلو او 6 كيلو من هنا، وكان يوم رائع وحفلة رائعة. انا بكلمك على اساس ايه؟ ان 12 بالليل ماشيين، ده الامن في قلب الجبل ماشيين الساعة 12، ده الامن. النهارده الامن الناس بتيجي كلها والعمليه منظمه، ودي كلها رساله برضو لازم تعرف انها رساله من
رسائل المؤتمر ورسائل عقده هنا. وسيادة الرئيس طبعا كان له الفضل الاكبر والاعظم ان هو عايز اقول لك بيحيي شرم الشيخ. انا بقول كده، هو بيحيي شرم الشيخ وهو متحدي التحدي معانا، وهو سيادته فعلا واقف جنب المدينه وقوف عظيم. كل المؤتمرات ان شاء الله هتبقى هنا. عايز اقول ان احنا جاهزين، عايز اقول ان الشركه اللي هي يعني كلفت بهذا العمل وادارته انا بطالبها بقى بالتسويق عشان يتعمل المؤتمرات هنا في شرم الشيخ بعد كده. ان شاء الله يا فندم موفقين وقد التحدي يا فندم، ومتشكر ان انتوا طلعتوا الصوره ديت. تشرف مصر. كل الشكر لكل اللي شارك، كل الشكر لكل فرد الشباب اللي شارك. الشباب. شكرا معالي المهندس، شكرا معالي الوزير، شكرا يا فندم، شكرا يا سياده الرئيس، شكرا يا فندم. يعني ده كان لقائنا مع السيد خالد فوده محافظ جنوب سيناء، واتحدثنا عن التحديات التي سبقت التحضير لهذا المحفل الدولي الهام، وكيف تم توفير كافه السبل لاخراج هذا المحفل الدولي الهام لكي يخدم اهداف مصر الاستراتيجيه، ليس فقط التحاور ما بين الشباب من مصر ومختلف دول العالم، ولكن ايضا لخدمه اهداف استراتيجيه تتبناها الدوله المصريه. اعود مره اخرى الى زميلي في الاستوديو فوزي جد الله واستوديوهاتنا في القاهره. اليك فوزي. شكرا لك محمد عبد الله، موفد انيل الى منتدى شباب العالم بمدينه شرم الشيخ، والذي اجرى حوار مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.